لطالما أعلن العبادي أنه لا يسمح بدخول ميليشيات الحشد إلى الانتخابات المقبلة، وأنه سيقف بوجه ذلك إذا ماذا حصل لتدخل الميليشيات في تحالفات انتخابية اليوم. العبادي تحالف مع ميليشيات الحشد على رأسها ميليشيات بدر بقيادة هادي العامري، وشكل ائتلاف نصر العراق ليتشظى بعد يوم واحد. فما هو المرسوم للعراق في الفترة المقبلة؟ حركة سياسية محمومة اليوم في العراق كلها تسعى لتشكيل تحالفات جديدة لدخول الانتخابات المقبلة والاستثراء بالسلطة، والكل يجمع بقاء هؤلاء في السلطة يؤدي إلى دمار أكبر. برنامج حوار سياسي يأتيكم بعنوان تحالفات جديدة ودمار أكبر في العراق.